خير يا ماهر. عمي عاوزك. طيب ماشي، شو هنزل؟ بس ما تنزليش كده. ليه يعني؟ يعني لو تلبسي لبس خروج عشان عمي مع ضيوف. مع ضيوف؟ مين؟ الضيفة اللي معاه يعني كأنه مهتم بيها قوي. اشمعنى؟ أنا بس حاسس إنها الست اللي هتجوزها، ومحبش أبدا يا بنت عمي إنها تشوفك أقل من مكانك. بالإذن. ماهر خش يا ولدي تعالى. ايه الجمال ده؟ يا سبحان الله. ايوه كده يا ملك الجمال، نزلت السماء. بقول لك ايه، عمي شكله كده هيغير رايه ويمكن يطردها. يطردها كيف يعني؟ خلاص يا ولدي، كلها دقايق وهتبقى مرت عمك ان شاء الله. ده الليله فرح هيبه، واللي يفرح هيبه يفرحنا كلنا. انا ما مصدقش ودني ولا عيني، زي ما تكوني اتبدلت يا مرت عمي. مرت عمك ما اتبدلتش يا ماهر، الظروف هي اللي اتبدلت يا ولدي. ربنا يفرحنا بيك، عقبالك يا رب. هسبقك على تحت. ترى ايه اللي جاي يا منصور؟ هتبقى صور في البيت؟ هتنساني؟ ولا هتبقى صوت في التلفون؟ يا غنيمة، عارفك عاشقة جوزك يا غنيمة، والعاشقة ما عليهاش عتب. يا غنيمة، مش عارفة اساعدك واطفش العروسة الجديدة، ولا سيبها تاكل قلبك وهي في حضن جوزك. هتنسى غنيمة؟ هتبقى ايه يا ابن ابوك؟ هتبقى غريب بيسأل عن اهله، ولا هتبقى بعيد وبتنسى اهلك؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر يا غنيمة، الله أكبر يا أختي. ملكة ملكة يا أختي، ولا نفرتيتي في زمانها. شد يا صباح. إيه ده، إيه الحلاوة دي؟ شبع يا مرات أخوي، شبع. والله عايزين البطايق. سمعته؟ آسف، أنا ما معيش البطاقة. عذرني يا عمي، انا ما اقدرش اشهد على جوازك من الست دي. ومالها بقى ان شاء الله الست دي؟ ذهب صوتك، ما علاش هنا ابدا. جدع ماهر، راجل وهتفضل طول عمرك راجل. بطاقتي هي. يا
اللي عايز يقعد هنا يقعد فرحان معانا، الحزين ملوش مكان بيننا. سمع ولا لا؟ يما جوازة دي ولا جنازة؟ اسمعوا، والكلام ليكم كلكم، ناهد من النهاردة زيها زي أي واحدة فينا هنا في البيت، زيك زي أي واحدة في بناتي. دي اختيار هيبة، واللي زعلها يزعلنا كلنا، ربنا يولي في القلوب. عايزين بطاقة تانية. اتفضل بطاقتي. عايزين بطاقتك يا عروس. حاضر. منصور أبو هبة. هبة اكتب. بسم الله، كل اعوذ برب الفلق.